مبسوطة. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل معاكم النهارده فراخ بلدي ولوبيا ورز بشعريه ان شاء الله. وطبعا الفراخ علقت عليها على طول، لان انتوا عارفين الطريقه بقى، خلاص حفظناها، عملناها معاكم اكتر من مره. واللوبيا طبعا سلقتها، وقمت جايبه فص ثوم، قمت حاطه صلصه، معلقتين صلصه كده، وزودها ميه وملح وفلفل وكمون، فلفل اسود يعني. والشعريه طبعا حمرتها، وكل ما تزيدي الشعريه بيبقى طعم الرز احلى. بتزيديها كده وبتنصبي زي ما قلت لغايه عقله الايد كده، الصبع اللي هو اللي في النص. ولو هتعملي بالكوبايه بقى، كوبايه ميه، كوبايتين مثلا، كوبايه رز كوبايه ميه، وكده الفينش النهائي. وبالهنا والشفا. وحمرتها طبعا، حطيت عليها معلقه ملح ليمون، نص ملعقه صغيره كده، وملح عادي وكمون كده، ورشته بقى واللي هو كاري. ودي طبعا الخشاب بتاع كل يوم يعني، انا بعمله لان العيال ما بترضاش تاكل الفاكهه برضو، فبقوم عامله خشاف يعني. اعمله لهم بقى في جيلي، اعمله لهم في كده يعني، بشكله لهم. وده طبعا كان عندي شويه خيار كده، ولقيته حي، حسيت انه هيبوظ كده، قمت ايه، كان كنت جايباه السوق اللي فات، قمت عاملاه شويه يعني، عملته وخللته بقى، حبيته كده. قسمتها اتنين كده وبالهنا والشفا يا حبايبي. وطريقه تخليله بقى، عملت يا دوب ملح ودوبته كده وشويه خل، انا مش عامله كتير يعني، وقمت مبركناه بقى، وان شاء الله ما يتخلل بقى اوريلكم. ده بالنسبه اللي هو خل الخيار، بتستوي بسرعه يعني، لو عايزاه يستوي بسرعه ممكن تغلي له ميه، في ساعتها بيستوي نفس اللحظه يعني. غير ما يوصل.